السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو معانا النهاردة جديد من نوعه، فيديو عملة أجنبية. عملة أجنبية بس تاريخها قديم، سنة 1950. زي ما انتوا شايفين الحالة نادرة، حالة حلوة. شايفين التاريخ 1950. هي تقريبا أمريكية، يعني الصورة اللي عليها واحدة بتغرز سنبلة قمح. يعني هي عملة تذكارية تقريبا، هي مكتوب عليها ايه السنة طبعا عشان ما بعرفش انجليزي. عنده برنامج بقى ينزله ويقرأ اللي عليه. اللي عنده أي معلومة بالنسبة لها وهيترجم الفيديو ده يبعت لي في التعليقات. وجزا الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.